من جهتها قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإخراج المستشفى الإندونيسي تماما عن الخدمة بقصفه المتكرر للمستشفى. هذا وأكد المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة اليوم الاثنين إن الوضع كارثي في المستشفى الإندونيسي والاحتلال يكثف هجماته عليه. وأشار إلى وجود نحو 700 شخص بين طواقم طبية وجرحى داخل المستشفى الإندونيسي دون النازحين الذين التجأوا إليه فرارا من القصف. وأعرب المتحدث القدرة عن خشيته ومخاوفه من أن يعيد الاحتلال سيناريو مجمع شفاء في المستشفى الإندونيسي. قال إن الاحتلال يحاصر المستشفى ونخشى أن يكرر ما فعله في مجمع الشفاء. الآن ينضم معنا مباشرة عبر الهاتف المختص بالقانون الدولي السيد ثائر أبو أيوب. نرحب بك سيد ثائر معنا في أخبار المنتصف. دعنا نبدأ بما يقوم به العدو حاليا، كانت البداية بمستشفى الشفاء وحاليا المستشفى الإندونيسي. ما كل هذا الصمت الآن الدولي ومنظمات الأمم المتحدة لتعرض المستشفيات لهذا القصف من قبل العدو بداية سيد ثائر؟ حقيقة نحن لسنا أمام صمت أو تخاذل، نحن أمام تواطؤ وشراكة في هذا الإجرام. هذا في كل معنى الكلمة اليوم نتحدث أن المجتمع الدولي شريك في هذا العدوان الذي يجري على الشعب الفلسطيني. لكن أن تتخيلي بالأمس في مقابلة مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يسأله المذيع هل ما قامت به حماس جرائم حرب؟ قال نعم بكل تأكيد. هل الذي قامت به إسرائيل جرائم حرب؟ قال أنا لست مختصا بالقانون الدولي، أنا مختص بالقانون الدولي وأقول لك أن الذي قام في حماس والمقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر هي مقاومة قانونية تنطبق مع القانون الدولي كمقاومة للمحتل الإسرائيلي الذي يحتل الأرض ويغتصب بالأرض. هذا أولا. وأن الذي يقوم به الاحتلال هو ينطبق عليه وصف عدوان على الشعب الفلسطيني وليست حرب متكافئة بين دولتين، بل جرائم حرب ترتكب اليوم وتنتهك جرائم الحرب في فلسطين، بل جرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في كل حارة وفي كل مكان في فلسطين، جريمة إبادة جماعية بكل معنى الكلمة لم تترك مكانا إلا وقد دمرت. هنالك تدمير كلي وتجاوزنا حتى الجزية، وأن الضربة كان بالبداية نقول أن هنالك قصفا عشوائيا، بل قصفا مقصودا معروفا أين هدفه وأمان المقصود. الآن استهداف المستشفيات ليس حينما قالت في حادثة قصف المستشفى المعمداني تنكر عن هذه الجريمة وقال أنها إحدى صواريخ المقاومة قصفت المستشفى. الآن هو يحاصر المستشفى المعمداني، الآن هو اقتحم المستشفى الشفاء وحوله إلى سكنة عسكرية ومبيت هو لقواته، والآن هو الآن يحاصر المستشفى الإندونيسي، أخرج جميع المستشفيات عن الخدمة. بالتالي هو هدفه الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وعنده مشكلة مع الوجود الفلسطيني، مع كل نفس يخرج من صدر فلسطيني، هذا كان عمره يوم أو حتى لم يولد كان جنياً في بطن أمه، فهو يلاحقه، فهنالك مشكلة بين المحتل الفلسطيني الذي ظن أنه انتهى من الفلسطينيين في عام 48 وأقام دولته على التراب الفلسطيني، والآن بعد 72 سنة يعيد الكرة بأنه لا يريد أن يبقى فلسطينيا في هذه المنطقة. وإما إبادة وإما طردا وتهجيرا. طيب سيد ثائر كما تحدث يعني قصف مع سبق الإصرار والترصد الآن بالنسبة لقصف المستشفيات حاليا وحرب المستشفيات حاليا يعني منذ شهر ونصف منذ بداية العدوان على قطاع غزة، هل هناك بالتحركات الآن تتابعها سيد ثائر دوليا لوقف كل ذلك؟ نتابع ربما هناك أصوات مثلا وزير الخارجية الأردني يدعو إلى وقف إطلاق النار، الآن ذكرنا في الخبر أن أيضا الرئيس الإندونيسي أيضا يدعو إلى وقف إطلاق النار واستهداف المستشفيات، هل يمكن التعويل على مثل هكذا ربما أصوات سواء كان إسلاميا عربيا إقليميا؟ وإخواني المستمعين والمشاهدين الكرام، نحن نقول أن محكمة الجنايات الدولية هي محكمة ذات شقين، الشق الأول الشق القانوني، وأن الذي يجري في فلسطين يدخل حيز نطاق عمل هذه المحكمة، وهذا يتمثل في الاختصاص المكاني والزماني والنوعي وبكل
المتطلبات القانونية تنطبق على العمل في فلسطين وعلى المدعي العام في المحكمة السياسية الدولية أن يبدأ فعليا زيارة قطاع غزة ونفتح التحقيق، وهنالك حتى يعني توفرت شروط الإحالة التي تقدمت فيها دول مثل جنوب أفريقيا وبنغلاديش ومن قبل السلطة الفلسطينية. وبالتالي نحن نتحدث أن الشق القانوني ينطبق 100%، بل إذا لم ينطبق على الأوضاع في فلسطين فإنه لا ينطبق في أي مكان آخر. هذا اولا، لكن هنالك شقا سياسيا، هذا الشق السياسي يتحكم به النظام الدولي ومراكز القوى الدوليه، وهي التي تحدث فيه البطء وفيه ايقاف الاجراءات الفعليه. ولذلك على من فيه ذره من الانسانيه ان يتحرك، بمعنى ان اقول هنا مدعوون العالم العربي والاسلامي ان يعمل حراكا حقيقيا، وهذا الحراك يتمثل في الضغط على المحكمة الدولية لشروع في التحقيق. ولكنني أنا أقول نحن لا ننتظر التحقيق الآن أولا، نحن ننتظر الآن وقف هذا الإجرام، وقف القتل أولا، وقف. طب هل هناك تحركات عربية سيد ثائر، يعني سواء كان محامين أو حتى مختصين بالقانون الدولي حاليا، هل هناك تحركات على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي؟ نعم. الحراك القانوني على الصعيد المناصرين والحقوقيين والمطالبين بحقوق الشعب الفلسطيني وحقوق الإنسانية والعدالة الدولية هم كل لحظة يتحركون. لكن يقول معك أستاذ الكريم، نحن الآن بحاجة إلى ضغط سياسي، هذا الضغط السياسي يتمثل بأن على الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم أن يتحدوا خلف موقف واحد. هذا يتمثل أولا بفرض أمام المجتمع الدولي بفرض وقف الإجرام ووقف القتل الحالي في قطاع غزة، وذلك يتمثل من خلال خطوات. أولها أن يقوم الوفد من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومن أحرار العالم بزيارة ميدانية إلى قطاع غزة، وأن نلتحق بالناس وأن نلتحق بأهلنا في قطاع غزة. أولا، ثانيا أن تتم عملية مقاطعة شاملة لهذا الاحتلال والكشف بعد أن كشف وجهه القبيح، بأن يتم إغلاق السفارات والاعتصام أمامها ورفض التعامل مع الاحتلال، خلق مقاطعة اقتصادية حقيقية على مستوى الدول وتنسحق بها الشعوب. هذا يتطلب أيضا حراكا لحظيا، لحظة بلحظة، لأن المسيرات تقف أمام مراكز صنع القرار والحكومات الدولية التي الحكومات الأجنبية التي تقف خلف هذا المثل. وأنا أقول بشكل واضح أن أمام البيت الأبيض لابد أن يكون هنالك حراكا، لأن شروط التي تتطلب الآن إيقاف هذا المحتل تتمثل بأن الشعب الفلسطيني بمقاومته الباسلة أولا، وثانيا في صمود الشعب الفلسطيني، وهذا تحقق. ولذلك لابد أن يكون حراكا موازنا وموازية في المجتمع الدولي من خلال الضغط على صناع القرار في المجتمع الدولي من أجل إيقاف آلة وماكينة القتل والإبادة والحرب التي تجري في غزة، والتي لم تترك شيئا إلا قتلت، بمعنى أنها هنالك مشكلة مع كل الوجود الفلسطيني، مع الهواء الفلسطيني، مع الماء الفلسطيني، مع الوقود، مع كل مكونات الحياة. وبالتالي نحن نقول إلى متى ننتظر؟ الآن نحن على قرابة 50 يوم من القتل والإبادة والإنهاء للإنسان الفلسطيني. نعم، والانتقال من مستشفى إلى مستشفى سيد ثائر، نعم، يعني يستهدفون مستشفى بعد الآخر. قبل أن أختم معك سيد ثائر، لجنة الأمم المتحدة زارت مجمع الشفاء، ولكن ليس هناك نتائج لهذه الزيارة، ما زال هناك المرضى، وأيضا هناك بطء في إجلاء المرضى من داخل مجمع الشفاء، إذا لا يمكن حتى التعوي على الأمم المتحدة. هل دور الأمم المتحدة إجلاء المصابين والمرضى من المستشفى حتى يأتي المقتل وأن يحول مستشفى الشفاء إلى سكنة عسكرية من أجل المتطلبات العسكرية؟ دور الأمم المتحدة حماية الشعب الفلسطيني وفي القتل الذي يجري للشعب الفلسطيني، وليس عبارة عن صليب أحمر أو عبارة عن مراسل عسكري. لا، هذا موقف خذلان، هذا موقف تآمر من الأمم المتحدة، لهذا لا يوفر الحد الأدنى من الدور المنوط به. وبالتالي نحن نقول أن كل ما تقوم به إسرائيل اليوم من حالة قتل وإبادة هو مغطى بحماية من المجتمع الدولي. افعل ما تشاء، الآن هو كل أكتوبته التي روجها في فيما يتعلق أن هنالك مراكز قيادة وأن هنالك سلاح، كلها الآن كشفت.
صحيح. وأن أكاذيبه أمام العالم. الآن ماذا؟ ليس في مستشفى الأكفاء، لا في مستشفى المعمداني، ثم في مستشفى الأندونيسي، ثم في مستشفى ناصر. إذا إلى متى سنمشي خلف هذا المحتل المجرم الذي يكذب كما يتنفس؟ وبالتالي نحن نقول أنه لا غطاء لهذا المحتل إلا أن يكشف الغطاء الدولي عنه، وأن يسلم قادته لمحاكمة عادلة أمام الجميع، وأن يقتص منه، وأن يوقف الحرب والعدوان. للأسف بعد للأسف سيد ثائر، بعد أن انكشف يعني البروباغندا الكاذبة لهذا العدو، لم ينكشف هذا الغطاء ربما الدولي المقدم لهذا العدو. للأسف هذا ما يحدث حاليا على الأرض. نشكر تواجدك معنا المختص بالقانون الدولي سيد ثائر أيوب، شكرا جزيلا لك سيدي لانضمامك معنا.